تحية خالصة لكم وتحية كبيرة لكم، مرحبا بكم، مرحبا بالجميع. لقائنا متواصل وغنمشيو مباشرة نستقبلكم، ناخذوا اللالة خديجة من طنجة. مرحبا بك لالة خديجة وصباح الخير. صباح الخير لالة. تفضلي لالة. مرحبا وشكم بركة وعليكم وعلى الأستاذ حليمي وكل طاقم الراديو. مرحبا. أستاذ الله خليك، عندي واحد المشكل ديال الرجل ديالي اليسرى، عندي فيها هذاك هذا في القاعدة الرجل ديالي، عندي واحد كتجيني واحد الحكة شديدة كتحل الإكزيما كتجيني هذا. كنعملها لهذا داك المراهم ديال الإكزيما، ولكن واخا هذاك الأغلبية كتجيني بالليل، الليل بحال هكا ملي كتكون رجل كتبقى كتعطيني واحد الحكة، وبعض المرات ملي من كثرة هذا بعض المرات كنضطر أنني نحكها شويش، ملي كنحكها بحال هكا يخرجوا حديد الهيدا معمرين شويش بالماء. واخا واخا نوجه لك لالة خديجة، مرحبا، نعطيك رأيي. مرحبا. شكرا. مرحبا. بارك الله فيك لالة. نعم تفضل. هو شوف غير باش نوضح واحد النقطة، بالنسبة لأي مرض جلدي كيف ما كان نوعه، أولا يجب مراجعة المختص فيما هو طبي، فيما هو غذائي، والله لا كيدير الفرق، وفرق كبير بزاف. سواء كنت كدير شي دواء، سواء بوغ لا بريفونسيون، بوغ الوقاية، لأن الأمراض الجلدية هي أمراض متعددة وأمراض كثيرة بزاف، لكن هي عندها علاقة بجوج حوايج، بالالتهابات، بثلاثة الحوايج، بالالتهابات وبالبكتيريات اللي كاينة على مستوى الجلد وبدرجة السمية اللي كاينة داخل الجسم. صافي. أنت مثلا ماشي ضروري نقولوا المرض، أي واحد عنده مرض جلدي خصك تهتم بالتغذية ديالك، بهذا الشيء اللي هضرنا عليه اليوم، وبالكبد. علاش؟ لأن الجسم عنده أربعة الأبواب، عند الذكر وخمسة عند الأنثى. هاد أربعة الأبواب كيرمي منهم السموم، شرحوها بشكل بسيط، كيرمي السموم أربعة ديال لي زيمونكتوار، أربعة الأبواب عند الذكر وخمسة عند الأنثى. الخمسة عند الأنثى هي الدورة الشهرية. أربعة كاينين أمعاء، كاينين الكلى، كاين الرئة، كاين الجلد. إلا مشى الجسم وشد الكبد وحول السموم ودار لا كونجيغيزون ولا ديسيون وبغى يرميهم في الكلى يلقاهم مشارجين بالسموم، بغى يلقاهم يمشي يديرهم في القولون، القولون في كونستيباسيون. اش كنقول لكم انا الاسباب الرئيسيه ديال الامراض الجلديه هي لا كونستيباسيون. التنفس، ما عندناش تنفس صحيح. اش كيدير الجسم؟ يمشي كيرمي هاد السموم في اكبر عضو هو الجلد، وفين بالخصوص؟ في البلاصه اللي هي رقيقه. باش كتبدا بحب الشباب، علاش ما عمرنا غنلقاو حب الشباب في اليد؟ ما عمرنا غنلقاو حب الشباب في الصبع الكبير، ديما كنلقاوه في لابو ديال الوجه والظهر. علاش؟ حيت الماطلا ديغميك رقيقه، حيت السموم خرجت تما، فيها بزاف ديال الاعتبار. وحب الشباب راه ماشي مرض واحد، حب الشباب راه فيه انواع متعدده، من بعد غادي نهضروا عليه ان شاء الله باذن الله. فهادشي علاش بالنسبة للناس اللي عندهم الأمراض الجلدية، سواء كانت إكزيما أو مثلا حكة أو مثلا، يجب مراجعة المختص. هذه بالنسبة لي أنا لا نقاش فيها، باش نولي نهضر على المجال ديالي. لكن أون باراليل الوقاية، الناس اللي ما عندهم حتى شي مرض، الناس اللي عندهم حساسيات، الناس اللي عندهم إكزيما، الناس اللي عندهم الغوزاسي، الناس اللي عندهم هذه المشاكل الجلد كاملة، ثقوا بيا باللي السبب الغذائي هو الأساس. انك انت ملي كتمشي عند المختص كيعطيك واحد يعني ادويه، ما هذيك الادويه سي فري غتقوم بالمفعول ديالها، ولكن انت خصك تحل المشكل من الاصل. علاش؟ لان بالتوازي مع الدواء راه هذاك الدواء تقدر تبقى حياتك كامله، ما تمشي ماشي تاخذ حياتك كامله، مي هو بحال واحد العكاز غادي نابويو عليه باش نزولوا واحد الحاله خطيره داك المرحله هذيك، ونخدم انا على السبب. ملي كنخدم انا على السبب كتولي عندي واحد النظره شموليه، انني غادي في لو كوتي ميديكال، غادي في لو كوتي ميكرو نوتريسيونيل. يعني ما بقيناش كنهضروا على النوتريسيون، الا كنهضروا على الميكرو نوتريسيون، وبالتالي التغذيه، سواء كان عندك زيما لالا خديجه، الالتهابات كامله يجب الاهتمام بالصحه. نوعيه الملابس اللي كديروا عافاكم، لا بلوبار الناس كيديروا الملابس البلاستيكيه، لا بلوبار الناس عندهم نوم غير جيد،
لا بريبار الناس ما كيتحركوش. واش عرفتوا شنو اهميه الحركه للجلد؟ تاع الناس ما كيتحركوا كيمشيو يدوشوا ولي بور محلولين كيمشيو كيدير مواد اللي هي صابون علم الله منين جايبو هاد الامور ولي بور محلولين كي غيدير هاد الشيء ما يدخلش لداخل الجلد ديالك. انتما كتشوفوا الوجه دابا الوجه دائما كنقولوا تعرفوا باللي الماء البارد مهم جدا للبشره روعه للبشره. داكشي علاش الوجه الوجه راه في اي مكان كنقولوا دائما مع عمر الانسان يغسل وجهه بالماء يكون ماء سخون الماء البارد. علاش؟ لان ما كيحلش داك المسامات حتى الا تحلو كيتحلو بطريقه اللي هي طريقه جيده. لكن انا كنهضر بشكل عام على التغذيه. التغذيه عندها دور مهم جدا في الصحه وفي النضاره ديال البشره. فالناس اللي عندهم الاكزيما المحلي والمحليات علاه المحلي والمحليات كيطلعوا لنا الانسولين. ملي كيطلع الانسولين كيطلعوا الالتهابات. ملي كيطلعوا الالتهابات كتزيد هذيك الحكه وكتزيد هذيك درجات الالتهاب اللي كيكون طالعين لي زانديكاتور ولا المؤشرات ديال الالتهابات. لاحظوا انكم تخلوا على المواد المصنعه، تخلوا على المحلي، تخلوا على الخبز الابيض، توليوا ديروا خميره بالديان. انا عندنا حلقه خاصه غادي تشوفوا العلاقه بين الكونديدا البيكون اللي كتجي من الخمائر ولا امراض الجلديه اترافير العديد من المواد اللي هي سامه واللي كتعطينا ضغط كبير على الكبده، والكبده ملي تكون مضغوطه كتخرج لك هذاك الضغط في الجلد كتخرجه في العديد من الاعضاء. فالتغذيه الجيده، تغذيه الغذاء الموسمي، شرب الماء بشكل جيد، ملؤوا عود المعادن والفيتامينات في الجسم ديالنا، هكا كنكونوا كنعطيو للجلد انه يعاود يبني راسه ويعاود يقاد راسه، لا من حيث البنيه البيولوجيه ولا من حيث البنيه الميكانيكي. مشكورة أستاذ. ونأخذ معنا مكالمة أخرى للي حسنة من أكادير. مرحبا بك للي حسنة، صباح الخير. صباح الخير عليكم. صباح الخير مدام سكينة. مرحبا بليلة. صباح الخير محمد أحليمي. أهلا وسهلا أستاذ ديالنا الكبير. سمح لي أنا بارك الله فيك. أول مرة غادي نهضر في إيميسيون. مرحبا. أول مرة غادي نتصلوا وشد ديال الخط الحمد لله. مرحبا. المهم أنا ما غاديش نعطيكم السؤال على الجيب، ولكن المهم خارج على هذا الموضوع اللي كنهضروا عليه اليوم. انا جو سوي تري تري ساتيسفيت بالنتائج ديالنا اللي كنتبعوا اللي كتعطينا الاستاذ. غير واحد المشكل هو يقدر يجيك انت ماشي مشكل، ولكن عرفتي صافي الناس ولاو كيقول لينا ضعفيتو بزاف ضعفيتو بزاف، واللي كيشكل واخا شحال. خديجه ياك خديجه جو بونس. شحال الوزن ديالك احسن دابا؟ انا بارابور كي كنت انا غليظ بزاف، دابا يقدر واقيلا شي 60 وفيها متر وستين. هو انا ما كنتش كنطلع في الميزان كما كتقول لينا، ما كنتش كنطلع في الميزان، ولكن صحيا داك الشيء اللي كنت كنعاني منه وبريت منه الحمد لله. عندك شي مشكل؟ ما عندك شي مشكل صحي؟ لا لا ما عندي والو. كانت عندي الجرثومه والمشكل ديال المعده ديما ما كنحس بها عامر بالتفر كاع. ديما انا وقت ما كليت معدتي ما كنقدرش مازال نزيد فيها شي حاجه، ولكن سينين هادي شي 3 ولا 4 وانا كنتبع الناس. دابا انت بصحه جيده الحمد لله بصحه خير خير. واش انت ساتيسفيت على راسك؟ انا ساتيسفيت ولكن ملي كنجي في المرايه كيقولوا لي الناس عارفك بزاف. واخا نجاوبك ان شاء الله. لا خواتاتي معايا وهذه واحد السؤال اخر عافاك استاذ. بالنسبه للتوطع، انا النظام نتبع النظام مزيان مزيان مزيان، ولكن التوطع ما بغاش يمشي مني. انا كنقول واش تيطان كاركتير فيا، لان انا زعما كيقولوا لي ملي صغيره زعما هكا ديما كنتعصب وكنغوت وهذه. انا نعطيك انا نعطيك رايي في هذه المساله. انا فهمتك شنو بغيتي توصلي. انا نعطيك رايي اختي. وتحيه تحيه للعائله ديالي في اكادير اللي كيتصنتوا لي، اللي كيتصنتوا الاستاذ حليم غيكونوا دابا كيسمعوا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا بزاف. مرحبا. شكرا. تفضل. شوف لا ساتيسفاكسيون، باش نكون ساتيسفاي اول حاجه خصني نكون ساتيسفاي على راسي. شنو معناته؟ انني ما نكونش واش كاين شي واحد غيكون ساتيسفاي على 80 كيلو؟ كاين شي مرأة تكون ساتيسفات على 80 كيلوغرام؟ هاد المسألة المصطلح بعدا ديال ضعافينيتي كنا هضرنا عليه ما بقاوش نستعمله. خسارة الوزن، بغيت نضعاف، كاين شي واحد بغى يضعف؟ لا، حنا بغيناك تنقص وتقوى. حسنا انتم شفتوا لا من حيث النفسية ديالها اللي ساتيسفات، هذه هي أهم حاجة. المجتمع في العديد من الأحيان يكون قاسي شوية، انما غتكون انت 70 كيلو. 70 كيلو بالنسبه لي انا حسنا 70 كيلو راه الوزن زايده،
غير هو لي نورم. حيت دابا كل واحد لنا شكون اللي خلى هاد الضجة في النقاش هو الجمال، معايير الجمال تحطات. انا بالنسبه لي انا خطا في العالم يتحطوا معايير الجمال. ليش؟ لان كل ما هو موجود في الكون هو جميل، انسان وريضه حيوان كل شيء جميل. وبالتالي ما يقول شي واحد لا هادو هما معايير الجمال. المعايير الجمال اللي تحطات هي معايير اقتصاديه، اما الجمال فالانسان جميل بطبعه. الله يعطيكم الصحه باش ما نبقاوش ندخلوا في المساله ديال بعد ما راه كنقولوا لا تعريف الجمال نسبي، ما هو نسبي ولا مطلق. الجمال كل شيء جميل، سا ديبون على لانتربريتاسيون ديالك. شوف غير انت واحد الانسان كتكون معاه زوين كيبان لك فيه الحاجات الزوين، كتكون معاه ما زوينش كيبانوا فيه الحاجات الخايبه. اذا هذاك الانسان واش زوين ولا خايب؟ يعني زوين خايب ما كايناش، سا ديبون على لانتربريتاسيون ديالك. الله يعطيكم الخير. هادشي في المجتمع انا كنقولها للناس اللي غاديين بالنظام الغذائي، لان نظام جديد هو راه قديم، ولكن بحكم الجيل ديال اليوم ما باش انا ليسونسيال اني نكون ساتيسفاي. شنو معنى ساتيسفاي؟ ملي نمشي عند المختص ما عندي جرتو محاله زونيه، التحاليل كلها مزيانه، كنحس بلا فورس لداخل جيد جدا. يعني باش نكونوا 60 كيلوغرام اختي حسنا وزن جيد جدا. نقطة أخيرة فيما يخص التوتر، التوتر عافاكم ما تعودوش تحيدوه، حيت إلا قلنا نحيدوه هذا اسم غير علمي. أنا كنقول لهذوك الناس اللي كيقول لك لا دورات كوينية لإزالة التوتر، لا، التوتر مهم في الحياة. التوتر هو اللي غيخليك دوز امتحان مزيان، التوتر هو اللي غيخلينا ندوزو إيميسيون مزيانة ونجاوبو على الناس. مي التوتر خصو ما يمشيش على طول النهار، ما يفوتش واحد لي ليميت، لان لو ستريس مي كيوصل لواحد ليميت اللي باقي نقدروا نتحملوه، هذا كتسمى لوغميز، لا لوا دوغميز. وبالتالي التوتر شنو خصنا نديرو معاه؟ خصنا ما يمشيش معنا النهار كامل، وكل نهار يكون عندي واحد المحطه باش نحيد التوتر ونرتاح. لان ملي كنقول حيد التوتر وين كاين شي اوقات خصنا نزولوه. انا مع التوتر انا كيخرج منا احسن فيرسيون فينا، ولكن ما خصوش يكون معايا على طول النهار. ومي كيولي الانسان كياكل مزيان وعنده صفاء الذهن والجانب الديني مضبوط ويتعلم كدم الغيظ، كيولي عندك مانستالي واحد المحول يحول التوتر السلبي الى توتر ايجابي. واخا مي كنديروا انتاج طاقه من الامواج، مش هذيك الامواج ماشي توتر، ولكن كننتجو منه طاقه. اذا شنو درنا واحد الميكانيزم كيخرجنا من التوتر ديال الامواج، كيخرجنا طاقه كهربائيه. السد مثلا، السد مي كيهود داك الطاقه المائيه هي توتر، مي كنخرجوا منه الكهرباء. هكا الانسان خصو يولي عنده واحد الميكانيزم اللي يعرف يابسوغ به هذاك لو ستريس ويخرج منه حاجه زوينه. الضو الى قصتي راه يضربك، مي راه بيه كنضويو. هادشي علاش عافاكم التوتر كيطلب منا صفاء الدين وكيطلب منا تغذيه جيده. نعطي مثال بسيط، اللي ما عندوش لا دوز مضبوطه ما كيقدرش يجيري لو ستريس. الناس دابا كنقولوا دورات تكوينيه كيفاش نجيريو لو ستريس، خصو تكون عندك لا دوز. شنو هي لا دوز؟ نسبه عاليه من الدوبامين او لوسيتوسين، اس سيروتونين و او لوندورفين. الا مشينا غير لوسيتوسين، شحال من واحد كيقول لك انا ما عنديش الخاطر، يقول لك انا غنطرطق ما عنديش الخاطر. لا، هي هذه غتمشي غتلقى عنده لوسيتوسين هابطه. صافي كيقول لك انا ما كنحس براسي ماشي ساتيسفاي، عندك الدوبامين ناقصه. اي واحد طلعت له لا دوز الدوبامين ولوسيتوسين والسيروتونين ولوندورفين، لوندورفين كتطلع بالحركه، الدوبامين كتطلع في انك تعاون خوتك في المجتمع، عاونه وغتشوف. عاونوا الناس في المجتمع، اعطي اي حاجه غتشوف شنو الدرجه ديال الدوبامين كيفاش غطلع. الاوكسيتوسين كيطلع بالجماعه، والسيروتونين كذلك كيطلع بالاهتمام وكيعطينا داك السعاده. فهنا كنكونوا كنجيريو لو ستريس. اما التوتر اون دوا لو جيري، لو ستريس اون دوا لو جيري، خصنا نعرفوا نسيوه ويكونوا عندنا محطات
محطات كنقصد انايا تجلس مع والديك، تجلس مع وليداتك، تجلس مع الاسره، تجلس مع اصحابك، تجلس مع هادو محطات. الانسان يصلي، يقرا القران الكريم، يمشي يدير الرياضه، يمشي يتحرك، يخرج للطبيعه، نهارك هرسوك شي حاجه من هادو. ديك الساعه كتكون كتجيري كوم الفو، ونعطي حنا لو ستريس. مرحبا. مرحبا، شكرا جزيلا لك استاذ محمد احليمي، نتلاقى ان شاء الله غدا. مشكور جزيل، شكرا لاختك. ان شاء الله. كان معنا مشرفنا استاذ محمد احليمي، اخصائي في التغذيه.